الضمان الاجتماعي في العراق حكاية كادت أن تكون منسية، على الرغم من أن عمرها يدخل في العقد السابع، إذ ولد أول قانون يشرع الحماية الاجتماعية في العراق عام 1964، ثم طرأت عليه تعديلات في مطلع السبعينيات ليصدر قانون يهدف إلى تأمين سلامة وتنمية أفراد الطبقة العاملة. وعلى مر العقود وما تخللها من نكبات، بقي هذا القانون محط نقاش وتحديثات من حكومة لأخرى، حتى استقر أخيراً على شمول كافة القطاعات الخاصة وبعدة امتيازات بعد إقراره تحت قبة البرلمان العراقي مؤخراً. قبل ماكو مثلاً موظف له راتب تقاعد أو شيء، بس الشركات العملاقة اللي يعني هي موجودة مثلاً لها 400 محل بالعالم أو 500 محل، يعني هاي عندها ثقافة الضمان الاجتماعي. احنا كموظفين موجودين بالمحلات بالشركات الخاصة اللي هي الأهلية، احنا ماكو أحد يضمن لنا الحقوق مالتنا الخاصة، احنا فجأة يعني يستبدلونا مع السلامة، نجيب واحد ومرات أصلاً حتى من يستبدلونا ما ينطونا الراتب مالتنا. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي المقر حديثاً في مجلس النواب العراقي يشمل القطاعات الثلاث الخاص والمختلط والتعاوني في دوائر الدولة، وكل شخص مشمول بقانون العمل استجابة للتطورات ومواجهة الأزمات الاجتماعية وانسجاماً مع المعايير الدولية. هوش مبادرة إنه واحد مثلاً شاب يشتغل لمن يكبر إلي ضمانه ويقدر يفتح مشروع، بس أكو شركات هواية أو وكالات تستغل هذا الشيء يعني ضد الموظف. هذا الموضوع يخدم شريحة الموظفين اللي يشتغلون بالقطاع الخاص، يعني راح يفيدهم بنسبة 200% مو بنسبة 100%. في ذات السياق تحث منظمة العمل الدولية على معالجة قانون الضمان الاجتماعي من خلال توسعة شموله لفئات متعددة في سوق الأعمال وجعله أكثر سلاسة باتباع أساليب علمية تمد من عمر القانون وكفاءته لتوظيف التكنولوجيا في الكشف عن الحسابات الموثقة، مما يعزز الثقة لدى الموظف ويدفعه نحو التسجيل في دائرة العمل لضمان حقوقه. نتمنى أنه هذا الموضوع أنه يكون، لأن هذا يسبب مصلحتنا صراحة، خاصة نحن المستثمرين بصورة عامة، فهذا أعتبر هذا القانون كلش حلو يعني. من جهة أخرى يتساءل مراقبون عن مدى تأثير قانون الضمان الاجتماعي على هجرة سوق العمل من القطاع العام إلى الخاص، وإلى متى يتم استخدام هذا القانون كجباية لتعزيز موارد الدولة وليس صندوقاً لاستثمار الموارد بما يخدم مصلحة العامل العراقي. لبرنامج حديث بغداد، ماس القيسي، MBC العراق.